بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى العيد الوطني لسلطنه عمان اعرب سموه فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته لجلاله سلطان عمان بموفور الصحه والسعاده ولشعب سلطنه عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه. مشيدا سموه بعمق العلاقات الاخويه التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء برقية تهنئه مماثله الى اخيه صاحب السمو سيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بهذه المناسبه الوطنيه